صباح الخير حبيباتي، اليوم يوم العملية. أنا خايفة على الصح. ميرا قلهم صباح الخير. صباح الخير ونا وكوش ونا هدي. مهم حنحط ميرا لاكخاش ونطلع. أنا نيوجد البس غير سيرفاتمون ندير خيماري ونروح لوبيتال. ميما أني تحبيها؟ بوسيني أنا، قولي أني مجانم بنام جنوانا جنوان كيزو. المهم سام بيتانم أشكم ميرالم. المهم كيم سام بلال يوك سام بلال دي سام ميرال. شو علمها تقول أنا بلال؟ المهم نيبا كيورسون نيبا روردا. المهم انا المهم البنات نوصل نحط ميرا للسيرفيس، عيطوا لي ونعاود نقول لكم. يس واخيرا انا في المستشفى. المهم البنات انا جيت انا ميته بالخوف. انا مع بلال راسك راس المحاين انت اسكت. المهم جيت لاشومب خلصت درت كامل لي بروسيدور دوك هذيك راح يجوا باش يوجدوني. نوري لكم لاشومب اللي راني فيها اللي عطاوها لي. راني خايفه بالبزاف بالبزاف بالبزاف. راه يجعل الخير ويجوز العمليه بخير. عطوني شومب راه شابه نوريها لكم. دخلوا هذه لا رونتري ومتى كاين هنايا. شوفوا اش كاين هنايا، دوش وحمام كومبلي فوالا. والله في اي بي بي لا ما كذب علي ولا اقتله. هاي في حمام كامل دوش كمان فيه دوش. وهي اللي هنا لا شومبر هنايا بونك. وهذاك السرير اللي حبي يجي يقعد معايا راح يكون بلا المرافق تاعي. وهنايا المنظر من الطابق الثامن من المستشفى. المهم انا راني خايفه بزاف. بلا انت خايف؟ لا انا اللي خايفه، انت اللي جيت خايف. نات دوك تجي الممرضة توجدني لوبيغاسيون الا كان حاجة بدات نسمع. مع انه راح تشوفوا الفيديو بعد ما تكمل لوبيغاسيون بعد ما يجوز بزاف وقت. المهم هذا ما كان حبكم خليكم كي نبدل حوايجي ندخلوا نحل لوبيغاسيون. Bak ne kadar heyecan yapmış görüyorsun değil mi? Yüksek çıkmış biraz. Saat sonra sıra falan var mı? Allah'a emanet olun. Hallas tuzak dedin. Heyecan yapmış. Arkadaşım. Kalsa heyecan yapmış. Ne zaman yapmış? Yüksek bir kalite bahi. Vallahi. Muhim benet. Ana kasulü la tansiyon. Odo karahi duni dirun le kontrol. Kıbıl ben tıkhul operasyon. Dekhil ma'akum. Dekhil kum ma'ya le ايش مالك؟ انا فاكني بخوف بقلبي زعما نروح على العمليه كثير خايفه. بس المستشفى عن جد مستشفى نظيف ومعامله مليحه وان شاء الله بغيت تكون العمليه مليحه. اهم شيء الكوميسيون. اهم شيء الكوميسيون في الموضوع. المهم كل واحد يديكم لازم تعطوا له كما نقولوا حنايا البنات. دوكا قمة الخوف واقيلا فوق 360 داروا لي هدية. داروا لي لبست هدا تاع لوبيغاسيون واش تاني كاني خايفة. قالوا لي خرجت عندي الغدة الدرقية في لي زاناليس. كاين بزاف ناس قالوا لي ديري تست عليها بالك على هادي زاد لو بوا تاعك. فغيمون خرج عندكم بالحق وانا ما درتهاش. دوكا كي صافي دو جور جيت لوبيتال داروا لي لي زاناليس وكلش خرج بلي هذا وين بدات لي ولا بدات لي فاصون. دوك يجي طبيب باش يفهمني فيها بصح قالت لي ما تاثرش على لوبيراسيون عادي. دوك يجي طبيب تاع الانستيزي يهضر معايا الطبيب تاعي باش كان ندخل العمليه ان شاء الله تجوز بخير. المهم العمليه نورمالمون تقريبا 35 تقريبا 45 الى ساعه كاين حتى ساعتين تقعد ان شاء الله ما يكون غير الخير. وكيلا دائما معايا انا نموت بالخوف. انا نضحك بالخوف زعما كا لما تيش خايفة مش خايفة ما نكذبش عليكم خايفة مش خايفة. لا لا مش خايفة. بس ايش بتدلع؟ لا خايفة. لا لا مش خايفة. متأكد؟ والله بتدلع قاعد خايفة الحقوني مش عارفة ايه شدي حالك.
داروا لي مقبلات كيما هبط كنت نصور لكم وريت لكم مقطع دخلوني داروا لي تخطيط تاع القلب لقاو قلبي يخبط قالت لي بالعقل كان متوا وتهدي داروا لي لاطوسيو قبل لاطوسيو شويه طالعه باسكو من الخوف والقلق هذا ما كان المهم ان شاء الله كي ندخلوا بياسر قبل ما ندخل نزيد نسلم عليكم اخر سلام حبكم بلا احتلوا كان شو اخر سلام هذا الفيديو يعني هذه يعني انت بتوصفي لهم العمليه اللي بدها تيجي تعمل العمليه ولا بتفكر انها تعمل عمليه وتصير تتشجع وتصير رشيقه وتحافظ على جسمها والاخير هو تدخل في عالم الموضه وعالم الموديلز لازم تاخذي قرار يعني انا ما شجعتش على العمليه لا كنت تقدري ديري ريجي كما درت ريجي من قبل لكن ظروفي اختلفت فان شاء الله هذه المره تنجح معي العمليه ونكمل بخير بس تمام وكذا ما فيش اشي بدك تحكيها رساله للجمهور ما عندي والو خلي لك يعني تنصح الناس اللي شو اسمه يجوا يعملوا العمليه بعد العمليه بدي احكي هذه النصيحه حاليا خلي حاليا نقول الانسان اللي محتاج يعمل عمليه يتشجع لانه هي اصلا خطوه الاولى خاصه اللي دخلت السبيطار ما مجبوره انك دير العمليه فنقول لي يقدر يديرها او يعني يحاول كل الطرق ما تصلحش معاه الريجيم والسبور وكل شيء شوف بلي العمليه اخر قرار فيتشجع يديرها وان شاء الله ما يكون غير خير. هل قلت ليش انت اخذت قرار العمليه ما صبرت على قرار ال جربت انت معايا وانت تعرف كل شيء جربت شحال من خطره ريجيم جربت 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 ونهبط في البوا نعاود نتقلق انا من الناس اللي يتقلقوا ياكلوا بزاف ولابيغ اللي فاتت جات ستريس عليا كنت دائما نحاول نكون شجاعه ودرت الريجيم وعندي ريجيم التمرن الحليب يعني فالي لكن ما قدرتش نلتزم ونلتزم به اسبوع ما تنخسروا نعاود نرفد البوا باسكو ما نديرش سبور ريغولييرمون يعني الريجيم بلا سبور يكذب عليكم يعني لاخوميير فوا كي درت الريجيم كنت على الاقل ندير جوج سوايع ثلاث سوايع سبور في الدار ماشي في الصال دو سبور كنت ندير في الدار لكن هذه المره ما قدرتش ندير سبور لانه مع الخدمه من الصباح للعشيه نخدم العيا هذاك صح يعتبر سبور في الخدمه بصح ماشي كيما سبور تخدمي كل شيء في الكور تاعك على هذيك ما خدمتش فيا مليح وقلت كي نحبسو وما يهبطش لي بوا تاعي زدت نتنيرف اكثر ونعاود ناكل 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 وكسبت وزن كثير بزاف كيما شفتوا بالحوايج 99 كيلو ونص بلا حوايج 96 كيلو ونص وانا الوزن تاعي الطول تاعي 168 تمرني زيد تقريبا 30 35 كيلو ولا حتى 40 كيلو فوق الوزن تاعي على هذه قررت صورت لكم فيديو قصير دوك نحطه لكم لبست واحد الحوايج ودوك الحوايج قررت اني ندير عمليه على بالي دوك هذا لا فيديو راح يكون جزء من الفيديو تاع العمليه شوفوا البنات بعد ما شفت حالي كي لبست هاد الفستان بالك انتما ماهيش تبان لكم بصح شوفوا مبان عندي 9 شهور شوفوا كيفاش شوفوا ظهري كيفاش شوفوا فبعد ما لبست هاد الحوايج هنا اخذت القرار 100% باللي لازم ندير عمليه انتما بالك ما كنتش تشوفوا مليح في المرايا لكن شوفوا كنقرب لكم شوفوا كيفاش راهي كرشي شوفوا كتشوفهم بان عندي راني 97 كيلو 97 كيلو على هذيك سؤال مين بتنصح الناس اللي يعني تعمل رجيم ايش يكون عندهم كيف يعني الناس اللي بدها تعمل رجيم يعني لازم تكون متفرغه لازم تكون لازم تكون عندها اراده اول شيء تكون عندك الاراده ثاني شيء حاولي تخصصي وقت للرياضة يعني ريجيم بدون رياضة ما يعطيكش النتيجة اللي تحبيها ممكن تهبطي عزيمة يعني لازم إرادة وعزيمة قوية لازم كي دير ريجيم تمارس معه رياضة لأنه الوزن تاعك إذا هبط وما كنتيش ديري الرياضة يعني ما تشدش تعاودي تربروني الماكلة تعاودي تسمعني وترفدي بكثر يعني لازم رياضة وأكل صحي التزام وطبعا تكون عندك عزيمة قوية جدا وطبعا يكون عندك الوقت احنا الوقت احنا نديروه لكن أنا كيما عنديش هذيك العزيمة القوية ما درتش الوقت طب 96 وزن يعد وزن زائد بالنسبة للمرأة طبعا ولا يعد وزن نورمال أو مثلا هذا الوزن إذا كان يعني نورمال بالنسبة لناس كثيرة يعني تيجي تسأل حدا إنه 96 للمرأة يقول لك إنه نورمال ما محتاجة لا رجيم أو محتاجة لا عملية لكن اذا هل انت شايفه انه وزن 96.5 هل شايفه انه هذا الوزن محتاج لعمليه طبعا انه يعني ينزل لحد 65.5 يعني لازم يعني اذا المراه ما تقدرش تمارس حياتها اليوميه عاديه يعني ما تقدريش تطلعي لي زي سكاريز طلعي تدوي في نفسي النفس ما كانش تحبي تسجدي في السجود ما تقدريش رجليك يوجعوك
تجي دائما تعبانه، دائما ما عندكش القدره، دائما فشلانه. هذه الامور كامل ياثروا عليك، يعني اظن انه 96 وزن كثير كثير زايد على الوزن العادي. واكثر شيء انك تروحي باش تشري حوايج، انا صارت لي الاسبوع اللي فات رحت باش نشري حوايج، حوايج اللي نلقاهم ويعجبوني ما نلقاش فيهم لاطاي تاعي ويكونوا رخاص. الحوايج اللي ما يعجبونيش ويكونوا في لاطاي تاعي يكونوا غاليين وما يعجبونيش والسعر تاعهم غالي بزاف. على هذيك هذا الامر كثير كثير يعني اثر فيا، فقررت انه لازم ندير عمليه. طب هل الستة وتسعين كوزن للمرأة هل يحتاج إلى عملية أو يحتاج إلى روجين من وجهة نظرك؟ هاي قلت لك اللي تقدر تدير ريجيم ورياضة وتلتزم تدير أول شيء. طب شو بتنصحي يعني أنت؟ أنا ما شجعش على العملية، أنا العملية وصلت لها بعد تهور كبير ويعني قرارات كبيرة. على هذيك يعني أول شيء ريجيم ورياضة ديروهم، أسوأ الحالات روحوا للعملية. أنا خلاص يعني وصلت لدرجة إنه مانيش نقدر نتحكم في ماكلتي وكل شيء تفتح لي. طبعا أنت السبب اللي أنت رحت اتجهت فيه العملية اللي هو اختصار للوقت، هذا أهم شيء. عندك إرادة يعني لو كان كملت على عندك إرادة لا عندك 100 كيلو عندك إرادة وعندك عزيمة تستطيعين أن تنزلي بالوزن وتوصل الوزن المثالي للمرأة، ولكن اختصار حبيت بس الفستان الأبيض يجي عليا شباب. والثم الأخير طيب عموما نكمل معاك في موضوع العملية. هل رضاك عن المستشفى لحد اللحظة هذه إيجابي أو سلبي؟ حد اللحظة هذه مليح، حد اللحظة هذه. طب بتنصح لما حدا يجي يعمل يعني عملية بالترك بتنصح انه يجيب معاه مترجم؟ لا في مترجم في المستشفى، برك انا ما طلبتش مترجم لانه تركيتي مش هذه الحمش الدرجة السيئة، لكن في مترجمين هنا في المستشفى. طيب الان يعني رسالة بسيطة لكل المتابعين واللي راح يشوفوا الفيديو هذا اذا كانوا متابعين او مش مشتركين بهذه القناة، شو بتحكي لهم قبل ما تفوت على العملية؟ أنا أحبكم بزاف، شكرا لدعمكم لي لحد هذا اليوم، شكرا لحبكم لتعليقاتكم اللي دائما دائما كانت تطلع لي المورال. جاتني الدمعة. هذا ما كان اللي حبيت أقول، ونستنى دائما دعمكم، نستنى دائما حبكم، نستنى دائما كلماتكم الطيبة، وهذه هي ما بديش راح نهدر خلاص. انتظروا نزيهة إن شاء الله بعد العملية. بعد العملية إن شاء الله تشوفوها بالوزن المثالي. لا بعد العمليه تحكوا لهم قبل، بعدين تشوفوا الوزن المثالي. بالوزن المثالي، بالوزن الموديليست، بالوزن اللي راح تطلع فيه يعني عجبالكم. وهي يعني ما راح احكي لكم على الفرحه اللي هي كانت بتتمناها انها تاخذ الوزن، تحصل على الوزن المثالي وتبلش تعملكم فيديوهات تغيظ بيكم وتخليكم تتشجعوا وتيجوا تعملوا عمليه بالمستشفى. معانا لاخر الفيديو وشوفوا النتيجه. مام حبيباتي هذا اول شربة راح نشربها، فتحت هذيك جاتني باردة ما شربتهاش. هذه اول شربة راح نشربها بعد لوبيغاسيون. اليوم ثالث يوم، الجمعة السبت الحد اثنين، اليوم اثنين راح نشرب هذه الشربة شوي. اهلا حبيباتي، اخيرا راح نخرج من السبيطار ولا عن غرفتي. اليوم نهار الرابع، الجمعه السبت الحد، اليوم اثنين، فوالا اثنين راني خارجه صافاني، حاسه روحي مليحه. اليومين اللي فاتوا ما قدرتش نصور لكم باسكو كنت تعبانه، يعني ما قدرتش نصور، ما حبيتش نشوفكم كيف ما كنت تعبانه. حبيت هكا نعطيكم بوزيتيف انرجي. الحمد لله خلص العمليه وخلص كلش كيما كنت تشوفوا فيا. هاني واقفه هاني واقفه. البارح بديت نشرب الماء، اليوم بديت ناكل، حقيقه ما كليت والو، اذا ما خفتش نكذب زوج مغارف الشوربه اللي فوقهم اللي تحتهم. ودوكا الحمد لله جا الطبيب دار لي كونترول، راني تخي بيان، ما عندي حتى مشكله. عطاوني الدواء، جات تاع الريجيم، عطاتني لا ليست هنا
مش لازم ناكل مش لازمش ناكل خلال 5 سمانة. بيان سور عطاتني هنايا هادو لي بروتيين ولازم نشربهم وكل شيء، وفهمتني واش لازم ناكل واش لازمش ناكل. سينو الحمد لله جات لوبيراسيون بخير كيما راكم تشوفوا. مادامني قادر نهضر معاكم سان نقعد باش ما نتحركش بزاف، مادامني نقدر نهضر معاكم يعني الحمد لله يا ربي جات تري بيان. صح لي دو برومي جور شويه كنت تعبانه، مي الحمد لله نهار ثاني بديت نرتاح شويه وهذا ما كان. المهم انا اللي خارجه من لوبيتال، توحشت ميرا البارح جات لعندي وما قدرتش نصور لكم. جات لعندي البارح جابتها اختي خليتها قاعده عند اختي هذو لي 4 جور. فوالا هذا ما كان، نروح للدار ونكمل معاكم فيديو تاع اليوم.